אני מזמינה לבמה את מוחמד דרוויש, חבר בקבוצת התיאטרון של לוחמים לשלום וחברו של עבדל רחמן, שדי עבדאללה, זכרו לברכה. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي محمد علي درويش، أصلي من قرية المالحة المهجرة، أسكن في مخيم عايدة للاجئين في بيت لحم. صديقي عبد الرحمن الغالي، ما زلت أذكر جيدا ذلك اليوم حيث قام جنود الاحتلال بهدم لعبتنا المحبوبة كرة القدم في ساحة المدرسة، حيث كنا نقضي وقتنا دائما. إنه تاريخ لن أنساه أبدا، 5 أكتوبر 2015، الساعة 2:00 PM. كان صوت الرصاص والقنابل أقوى من العادة، وكانت المواجهات شديدة. قوة كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة للاجئين في بيت لحم. أذكر أنك طلبت مني أن أذهب معك لرؤية المواجهات، لكن خوفي منعني من مرافقتك. يا صديقي، لم أعلم حينها أن هذا سيكون آخر طلب لك مني. وعندما ذهبت تسمرت في مكاني، ورافقتك عيناي وأنت تسير مبتعدا حتى أصبح من الصعب رؤيتك. تقدمت قليلا ورحت أصرخ لعلك تسمعني وترجع، لكن صوت الرصاص والصراخ كان أقوى من صوت المرتجف. ارجع ارجع يا صديقي. وما بين الخوف والصرخات وأصوات الرصاص وقعت أرضا. لم تكن الرؤية واضحة، وحسبتك تمازحني كالعادة أو أنها واحدة من نوادرك. فقط بعد أن ركض الجميع نحوك وتجمهروا حولك وصرخ أحدهم مات الولد، أدركت ما حدث ورحت أصرخ. اقتربت وشققت طريقي بين الأشخاص المتجمهرين لأراك ملقا على الأرض مدرجا بالدماء. خانني إحساسي بجسدي ورحت أصرخ: قم يا عبد، شو اللي صار لك؟ خلال لحظات حملوك واختفيت إلى الأبد. أنا أعلم اليوم أن هذا الصراع الدام المليء بالكراهية والحقد لا يستثني ولا يرحم أحد، ولا حتى الأطفال الأبرياء. عبد الرحمن يا صديقي، أنا متأكد أنك تعرف أين أتواجد الآن، وأنني أتكلم عنك وعن استشهادك أمام آلاف الناس الذين يؤمنون بالحياة والإنسانية، وأعلم أنك لم تستشهد سدى. صديق الصغير عبد الرحمن، رصاصة واحدة أنهت 12 ربيعا من الصحبة والأوقات الجميلة والذكريات. أتعهد لك أني سأسرد قصة موتك حتى تعود الحياة إلى مجراها الإنساني. وفي السنوات الأخيرة اخترت تخليد ذكراك عن طريق العمل من أجل السلام. صديق الشهيد الصغير عبد الرحمن، أقول اليوم لمن قتلك: تذكر كل يوم عندما تضع رأسك على الوسادة أنك قتلت صبيا بريئا، أوجعت قلب أمه وأبيه وأخته وأخيه، غذيت الكراهية ووسعت دائرة الصراع. وأقول لك يا عبد الرحمن ولكل من يجلس هنا ويسمعني، إن رواياتنا التي يعلمون إياها على أن هذه الأرض تساوي دم البشر هي ليست صحيحة، وأنا أطلب من الأجل
الأجيال القادمة أن تكف عن تصديق هذا الكذب الذي هو نتاج لمصالح أناس آخرين. حتى نستطيع جميعا أن نخرج من دائرة هذا الصراع المستمر، باسمك أطلب منكم ساعدونا على استرجاع الوئام والمحبة التي ولدنا معها إلى مكانها، وأن نترك الحقد والكراهية التي ورثوها لنا. عبد الرحمن، السلام عليك يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حياً.